النهارده مفيش منصف وعادل الا وشاف الاداء العظيم اللي عمله محمد النني. انا معايا على التليفون كابتن ناصر النني، والنني النهارده في العين. والنني يا كابتن ناصر، مساء الورد. وحشنا يا استاذ ابراهيم. مساء الورد ومبروك كبير. الله يبارك فيك يا استاذ ابراهيم. والله الله الف يسلمك الف الف حبيبي. مبروك. النهارده الحمد لله. الطقوس كانت عامله ازاي النهارده؟ كنت بتتفرج على الماتش في البيت برضو ولا ازاي؟ في البيت طبعا، ما هو البيت هو الطقوس بتاعي. ايه هي الطقوس جوه البيت؟ يعني البيت بقى العيله كلها تقعد ونقعد كلنا ونقرا الفاتحه مع بعض، اكن احنا اللي بنلعب. طب اول لما هوب جه جول فينا ضربه جزاء، حسيت ايه؟ الدنيا هتفرط مننا ولا ايه؟ لا والله العظيم انا قايل لك النهارده هنكسب باذن الله. ايوه قايل لك النهارده هنكسب، ويعني لان المنتخب الروح باينه من اول الماتش ان هم كويسين. البلانت لما جه يعني حصل يعني هذا شويه، بس هم خلاص احنا هندوس وهنركب الماتش تاني. والله والله ما عملوا حاجه من بعد ما جابوا جول من ضربه جزاء، ومنتخب مصر وان سايد جيم والله لحد اخر اللقاء الحقيقه. طبعا الحمد لله. رايك ايه في اداء النهارده النني؟ ما شاء الله ما شاء الله، النهارده يعني دقيقة 110 وبيتزحلق بيطلع كورة اوت. صحيح. والنهارده مثلا بيغطي ورا فتوح بكذا كورة. كان مموت نفسه النهارده، كان مموت نفسه. بصراحة الفرقة النهارده رجالة ابراهيم، ويعني بصراحة بشكرهم كلهم على الأداء الرجولي بتاعهم النهارده ده بصراحة. صحيح. محمد صلاح النهارده متفوق على نفسه. كلمت النني يعني بعد الماتش ولا ما كلمتوش؟ طبعا كلمته طبعا وباركت له ووعدني باذن الله بالبطوله، يعني باذن الله باذن الله. الله احلى وعد كده، ده احلى وعد. باذن الله وعدك بالبطوله. والبطوله جاي بعديها ايه بقى؟ ها؟ عربيه بقى. ايوه جايه عربيه. الهديه عربيه على بركه الله. طبعا باذن الله ان شاء الله باذن الله. ايه الرساله اللي انت تقولها دلوقتي للنني وتقولها لمنتخب مصر يا كابتن ناصر؟ يعني بقول لمحمد انا فرحان بيك جدا 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 بالاداء الجميل ده، وبشكر منتخب مصر واحد واحد بالجهاز الفني والاداري. يعني ما شاء الله النهارده اثبتوا انتوا روح واحده. الناس بره يعني بره، اللي بره يعني عايز ينزل يلعب. صحيح. الناس اللي بالجهاز كمان. ايوه ايوه. النهارده كابتن وائل جمعه ادى للراجل تاكلينج عظيمه، كان نفسه ينزل يلعب. عايز يلعب. ايوه. وطبعا بقول لك خليت اعيط النهارده. كلهم الحقيقه ابو جبل. كلهم كانوا ابطال. يعني جبل. هو مش عايز يطلع من الملعب ديت، ديت فعلا الروح اللي الواحد شايفها. بتقول ابو جبل خلاك ايه؟ ابو جبل خلاك ايه؟ عيطت والله العظيم. عيطت والله، عيطت والله، عيطت. مشهد رجولي. مشهد رجولي يا مشهد. لا يعني حاجه بصراحه يعني ما شفناهاش من زمان، اللي هو مش واحد مش عايز يطلع ملعب مصاب، مش عايز يطلع. الحقيقه الحقيقه والله لعيبتنا لعيبتنا حاجه عظيمه وحاجه لا لا والله رجاله رجاله. ومبروك للشعب المصري كله، ومبروك للرئيس معاه. يعني في رجاله في الملعب، يعني بصراحه في رجاله. صحيح. دول ولاد مصر فعلا، ولاد مصر والله. يا كابتن ناصر ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يكسب، والنني يجيب البطوله ويجيب لحضرتك معاها العربيه. هو جاي من الكاميرون. وهو جاي من الكاميرون. لا ما هو مش هجيبها من الكاميرون، هجيبها من مصر. بس اهم حاجه اجيب لك حاجه حلوه حبيبي، بالمكافاه الحلوه. ما تحرمش منك. بشكرك يا كابتن ناصر، ومساءك زي الورد ويومك حلو. كابتن ناصر النني، والد الكابتن محمد النني. والليله حلوه والليله فرحه، ولسه مكملين معاكم وبكمله الفرحه فرحه.